الكسافة محصول القرن الواحد والعشرين، نجحت مصر في زراعته كبديل للقمح. أول مرة أسمع عنه يا جمانة، هنعرف تفاصيل أكتر. إيه قصة الكسافة؟ ومركز بحوث الصحراء أعلن أنه تم تنفيذ برنامج بحثي متخصص باستخدام التكنولوجيا الحديثة لدراسة زراعة الكسافة لسد الفجوة في احتياجات الدقيقة. هي أنه النتائج التطبيقية أثبتت نجاح زراعة الكسافة، واللي ليه قدرة على انها يعني تتحمل الحراره العاليه. خلينا في تفاصيل اكتر عن مشروع وزراعه الكسافه من دكتور صفيه دين متولي، نائب رئيس الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وبعد التحيه، ايه الكسافه؟ اهلا بحضرتك. ايه هي الكسافه او ايه هو نبات الكسافه؟ هل يعني هي نبات، ثمره، شجره؟ لو حضرتك يعني توضح لنا وازاي ممكن يعتبر بديل للقمح. طيب خلينا نقول ان نبات الكسافة هو نبات ساقي يعني طويل كده، اعواد سواق، بتتزرع في الارض وبعدين بتطلع درانات. الدرانات ديت هي زي درانات البطاطا. هو نبات استوائي اصلا، توطينه جنوب امريكا الجنوبيه. تصور احنا معانا على الشاشه ليه أهمية اقتصادية، وهو بتبقى الثمرة بتاعته درانية. طيب إيه هو الكسافة؟ هذا النبات له مميزات من حيث الإنتاجية الخاصة بعمليات كبديل للقمح وفي استخداماته في النشا. المكونات الطبيعية بتاعته هو 65% منه بيستخدم كاستخدام آدمي في كنشا وكدقيق. 21% منه بيستخدم كنشا. 14% بيستخدم على انه اعلاف، مواد علفية. ايه مميزاته؟ ان هو بيتم زراعته في المناطق الصحراوية قليلة التسميد والمناطق الهامشية، يعني بمعنى ان هو مش هينافس القمح بمناطق زراعته. هنا بتيجي القيمة الاقتصادية بتاعته. طيب ايه اللي مقترح ليه او ايه اللي موجود منه؟ هو طبعا بيتزرع كسوق في شهر ابريل، وبيتم حصاده دائما في شهر ديسمبر. وبعدين هو نبات ممتد الخضره، يعني ممتد الخضره يعني ان هو يقعد مسافه طويله اخضر ويطلع الدرانات، تتشال الدرانات يطلع غيرها كده يعني. فانتاجيته كويسه. من المميزات الاقتصاديه اللي فيه ان هو في نسبه عاليه بينتج بالنسبه للدقيق والنشا، بينتج 4 أضعاف البطاطس. جميل. بنفس الجوده يا فندم، يعني هو الدقيق اللي بينتجه بنفس الجوده زي محصول القمح؟ يعني هنا ده السؤال. هو اكيدا بجوده اقل ولكن ليس بكثير، لان كميه الانتاج كبيره، طيب احيانا بيوصل انتاجيه الدقيق ل كام؟ من 5 طن ل 40 طن. فبالتالي 6 أضعاف القمح في بعض الاماكن. حسب نوعية الأرض وحسب كفاءة المزارع وحسب كفاءة التربة المنطقة. طيب ده معناه إيه؟ معناه أن هو إنتاج، هل هو يصلح بديل كامل للقمح؟ أنا شايف رأيي الشخصي لا. طب هل هو يصلح أن هو يكون مساعد بنسبة كبيرة موازي للقمح؟ طيب إزاي الكلام ده وبأمارة إيه؟ هو له مميزات غير انتاج الدقيق اللي هو بيستخدم في الخبز. هو له مميزات ان هو بيستخدم في جميع المأكولات ذات المواصفات الطبية على فكرة. وهو فيه مميزات طبية كويسة، وان كان في عيب واحد، والعيب ده بيتعالج في المعالجة او في البروسيسنج. يعني مثلا الحاجة العيب الوحيد اللي فيه ان هو فيه نسبة مكونات ممكن تعمل عسر هضم لو ما تمش معالجته كويس. بس زي ما حضرتك قلت، هو بيتحمل درجات الحراره، وبدانا يعني في خطط للدوله لزراعته في الوادي الجديد وغيرها من المناطق الصحراويه، وفي انتاجيه كبيره ليه زي ما حضرتك قلت الفتره اللي فاتت. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء.